احنا شغالين في المعبر على رفح قبل الضرب وشغالين العوجة وعارفين منظر الشغل. بس الوضع كان مختلف، كان في معونة بتنزل، انا اشتغلت في معونة بحملها من اسرائيل اوديها رفح. ليه؟ ازاي؟ ازاي؟ كنت بحمل دي من اسرائيل من منفذ اللي بتفتش فيه العجل، اشتغلت فيه بمشي الاربعين كيلو دول محمل، بس ادخل والف وارجع تاني من على العريش. يعني انت دقيق كان داخل، كان في معونه بتيجي من بره تنزل في مينه في المينا الاسرائيليه اشتغلت فيها، كنت اروح الاقي يعني حتى لو معونات مش مصريه ومش جايه من معبر رفح انتوا برضه اللي بتوصلوا. كان في معونه بتنزل عندهم ومتفتشه جاهزه. يعني قصدي برضو السواقين ولادنا المصريين هم برضو اللي بيوصلوها، احنا اللي بنوصل البضايع ديت كلها سواء من هنا من هنا. خدت المعونه اللي جايه من بره مصر وانت اللي بتسوقها من اسرائيل، تاخد عربيتي وعتقها جوه المعبر الفلسطيني. كان دوت شغل دي برضو، سواء بننزل من مصر نحمل او ننزل كده، كان الشغل متامن واحنا متامنين الحمد لله. كان عربيه الهلال الاحمر ما بتفرقناش قدامنا، لو بيتنا كانت بتجيب لنا الوجبات ميه معدنيه، يعني كانت في حاجات بترافقنا كويسه يعني بالنسبه للهلال الاحمر. انا مع حضرتك، ما هو انا الشغل ده اللي اشتغلته هنا في انا شغال دولي، يعني منزل السعوديه مثلا بكون نازل ثلاث عبارات فيهم 350 عربيه، دول بيخلصوا في ساعتين ثلاثه يكون الجمارك السعوديه مخلصاهم. معرفش الجمارك الاسرائيليه يعني بتتلك عليه او بتاخر دخول الحاجات دي. لا مش احنا عارفين، انا بقول لحضرتك يعني ده هم عايزين يذبحوهم، هم عايزين يرموهم في البحر، هم عايزين يقضوا عليهم ولن تنتهي القضيه الفلسطينيه في اسوا كوابيس اسرائيل، يعني مفهوم ان شاء الله ان هم مش هيقدروا عليهم بامر الله. انا عارفه ان الوضع ملتبس وكل العالم العربي قلبه بيتقطع من اللي بيحصل، بتكلم على الشعوب يعني كل شعوب العالم العربي كلها قلبها موجوع وعندها احساس بالحسره وقله الحيله. لما بتلاقوا بقى كلام موجود على الانترنت او في الفيسبوك بيزايد على مصر ويقول ده هي اللي منعها، ده هي اللي ما بتدخلش، انتوا اللي بتاخدوا الحاجات. احنا شايفين الوضع قدامنا، العربيات محمله، هي العربيه دي هتروح فين؟ بقول لك الاف العربيات محمله التريلات والجرارات، يعني انا محمله واقفه في العريش محمل ليه؟ واقف معايا 5000 عربيه وليكن، ده اقل معروف يعني. العجل دوت وصل العريش والساحه والصاله المغطاه في كل شبر في العريش، وعلى نفق تحيا مصر المعونات داخله، بس هم يفتحوا هم مش شغله ان انا هروح اوزع عليهم مع احترامي ليكي في بيوتهم. احنا بنوصل للهلال الاحمر، بيسلم الهلال الاحمر الفلسطيني وفي موجود بعد كده هم يسلموا. هو حضرتك الناس دي شغلتها الكذب، اسرائيل شغلتها الكذب، شغلتها ان هي تنشر الاشاعات، عايزه تفرقنا بعيد عن بعض. بس في ناس من العالم العربي مش عايز اقول مصدقين بس بيقولوا الكلام ده. لا هم مصدقين نفسهم، بس هم يجوا يشوفوا البضايع اللي رايحه، هم يجوا يشوفوا حضرتك. لا طبعا الواحد بيزعل، اول حاجه الواحد بيزعل لان ازاي انت تصدق مثلا ان حاجه زي كده ما بتروحش؟ طب ما انت شايف اذا كان احنا يعني حتى التصوير موجود على طول، التلفزيون موجود على طول، ازاي الناس بتصدق الكلام ده؟ هم يكذبوا زي ما هم عايزين، وهم بيقولوا كلام في الهواء بس كل حاجه ما هي باينه قدامك. مش شايف قدامك؟ تعالى وشوف في ارض الواقع، البلد مفتوحه للي عايز يجي وعايز يشوف، انما انت مش تقعد. ما السوشيال ميديا هي خلاص الناس ادمنتها دلوقتي. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.